في نهاية السطر الحداشر هقفل بنفس الطريقة. انا كنت بدخل هنا في العمود اخر عمود بعمود غير مكتمل وبقفله مع الجنب التاني، بس الجنب التاني فيه عمود فانا هدخل برضو تحته او جواه واخد لفة، هيبقى معايا 3 لفات على الابرة. هقفل بمنزلقة اجمع التلاتة، هاخد سلسلة. هنيجي نقلب الشغل برضو للسطر الجديد، هنيجي هنا عند غرزة الحشو اللي احنا معلمينها. كنا في السطر اللي قبل كده كنا بندخل ناخد منزلقة، احنا كده هندخل تحتها وناخد غرزة حشو. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. باجي هنا برضو كنا ورا غرزة البيكو في الأعمدة اللي تحتها، هندخل ناخد غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة. السطر ده كله 3 سلسلة غرزة حشو. غرزة الحشو الجديدة برضو هتبقى تحت الفرعين اللي هما اللي بين الغرزتين. انا بين الغرزتين هنا الفرعين دول، هاخد تحتهم غرزة حشو، هاخد 3 سلسلة، 1 2 3. هاجي هنا في الغرزة اللي فوق البوب كورن هاخد غرزة حشو وبعدين 3 سلسلة، 1 2 3. في المسافة الفاصلة بين الورقتين هاخد غرزة حشو 3 سلسلة، 1 2 3. ما نضيقش ايدينا، هدخل ورا الغرزة بتاعت الأعمدة وآخد غرزة حشو 3 سلسلة وهكذا. في الفاصل بين الورقتين هاخد سلسلة. يبقى أنا كل اللي بعمله إن أنا ارتفعت سلسلة ورجعت الورقة، خدت غرزة حشو 3 سلسلة، غرزة حشو في ظهر الورقة، غرزة حشو في الفاصل بين الورقتين، وبعدين 3 سلسلة غرزة حشو وهكذا. هنكرر السطر كله 3 سلسلة غرزة حشو بس في الأماكن اللي قلتلكوا عليها دي. نكمل السطر ونرجع. وصلنا كده لآخر سلسلة، هنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو طلعنا بيها، وبعدين هندخل في أول قوس بمنزلقة وناخد سلسلة ونبدأ السطر الجديد.